السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. طلاب الكرام، طلاب دفعة 2022، أهلا بكم مع مستر محمد علي، وهنحاول كده يعني نلقي الضوء على مجموعة من التساؤلات، أسئلة كتير جدا في بداية السنة، كل تايه، الكل مش عارف يروح فين، أسئلة كتير زي ما قلت ومش لاقيين ليها إجابات. يا ترى هو إيه أفضل كتاب ممكن أشتغل منه في الفلسفة وعلم النفس؟ يا ترى ايه افضل كتاب لو انا مش باخد درس وعايز مثلا حاجة تساعدني في الشرح كويس؟ يا ترى ايه اهم من كده؟ وهي طبعا الاسئلة، يا ترى ايه الكتاب اللي يقدر يساعدني ويقدم لي مستوى اسئلة بعيد عن الغموض وبعيد عن البساطة، مستوى اسئلة يتناسب مع اسئلة امتحان اخر العام؟ كل ده ان شاء الله هنقدر نجاوب عليه لو تابعت الفيديو ده للنهاية، او ببساطة لو نزلت دلوقتي بسرعة اشتركت في القناة وفعلت زر الجرس، ان شاء الله هيصلك كل ما هو جديد. وانتظروا الفيديو اللي جاي قوي جدا عن اقوى كتاب ممكن تتعامل معاه ان شاء الله في النظام الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي الطلبه والطالبات، رجعنا لبعض بعد المقدمه. كنت نوهت في المقدمه وقلت الشباب ايهما او اي الكتب افضل في ظل النظام الجديد؟ اشتري ايه يا مستر؟ الحقنا يعني، بعتبرك اخونا الكبير او معلم، يعني ادينا نصيحة، يعني نعمل ايه؟ اي الكتب افضل؟ اي الكتب كويس في الشرح؟ ايهما افضل في الاسئلة؟ اعتمد على ايه؟ اجيب ايه؟ اشتري ايه؟ انت لو حاولت تعد كتب الفلسفة المتاحة وعلم النفس هتلاقيهم اكتر من 10 كتب حرفيا، يعني مش عايز اسماء كتير بس خلاص، يعني انا مش بروج لحاجة، انا لازم اذكر اسماء. لو حبيت تعد المثالي، البوكلت، التابلت، الوجيز، الوافي، قلنا ايه؟ قلنا المثالي وقلنا الوجيز وقلنا البوكلت وقلنا التابلت وقلنا الوافي، في كتب وفي الاختيار اللي هو الاختبار، اسف، نازل جديد، يعني في مناسي، في الوافي، في مجموعه اسئله، يعني في مجموعه كتب كتيره جدا كتيره جدا جدا. طب الطالب دلوقتي الغلبان ده، لو انا طالب دلوقتي، انا حطيت نفسي مكان الطالب، هشتري ايه؟ ولو ماده واحده انا محتار ما بين 10 كتب، فما بالك بقى السبع مواد هعمل ايه؟ فانا حاولت ان شاء الله تعالى، او بحاول ان شاء الله تعالى، ان انا كل كتاب ينزل السوق يكون متاح احصل عليه، اشتريته او استعرته من حد من اصدقائي، هحاول ان انا اعمل لك عنه ريفيو صغير او مراجعه صغيره بسرعه، بحيث ان انت يبقى قدامك الكتاب شفته نظري قبل ما تشتريه، تمام؟ يعني دلوقتي اللي انا هعمله معاك مع اول كتاب انا حصلت عليه، وباكد يا جماعه اهو، انا كل كتاب هحصل عليه هعمل فيه نفس الكلام، بس يا رب كده بس كلامنا يبقى خفيف على اصحاب الكتب دي او على المؤلفين بتوع الكتب، وما يعملناش مشكله ويقولوا ان انتوا اخدتوا حقوق ملكيه. يا جماعه انا بعرض الكتاب زي ما هو، وبقول لك الكتاب فيه 1 2 3 4 ومميزاته كذا. فكره الاختيار انك تشتري او ما تشتريش دي ترجع لك انت، انا عمري ما كنت موجه او ما كنت سليط عليك او مسلط عليك ان انت تشتري كتاب معين، بس كل اللي انا عايز اعمله بدل الطالب اللي في حيره ما بين 10 كتب، مش هتشتري 10 كتب عشان تحكم عليهم، انا هحاول قدر المستطاع ان انا احط لك ال 10 كتب او اشهر كتب فيهم واحطهم قدامك على الشاشه، وانت ليك مطلق الحريه انك تختار براحتك خالص. الناس اللي بتسالني على الخاص دايما، يا مصر هتبدا شرح الدفعه الجديده امتى؟ والله الموضوع ده يعني الى حد ما متوقف عليكم انتم، يعني تقدر تقول ان دفعه 21 كانت فيها تحفيز عالي جدا، مش عايز يعني مش بقلل من حقكم طبعا، ولكن يعني قدر الاستجابه هتكون ان شاء الله التفاعل في الفيديوهات. ويعني انا معاكم على القناه اهو، في اي حاجه معينه، في جزئيه في الباب الاول خاصه بالمراحل مش مشكله نشرحها، في جزئيه في الذكاءات عندك لخبطه معينه اتواصل معايا وان شاء الله هتلاقي الكلام ده كله موجود. وقدر التفاعل مع الفيديو ده هو اللي هيحدد ان شاء الله الفتره الجايه هنكون شغلنا ازاي، هل شرح فقط ولا شرح واسئله ولا اسئله فقط. ما تنساش بس تشترك في القناه، يلا بينا كده نروح عند الكتاب. زي ما قلت لك احنا هنعمل ريفيو بسيط بحيث ان احنا نعرف ايه هو افضل كتاب، وده ليس توجيها لكتابا او لكتاب محدد، ولكن ده عباره عن طرح كده، انت تختار بقى، ليك مطلق الحريه، تمام؟ بدل ما تشتري كل 10 كتب انا احط كتب قدامك وانت اختار ايهما مناسب ليك. يلا بينا كده نشوف موضوع الكتاب. طلاب الكرام، اهلا بيكم مره ثانيه، ووصلنا ومعانا الكتاب. النهارده معانا كتاب المثالي، هو حرفيا مفاجاه لكل معلم. ليه لكل معلم؟ لان المعلم هو اللي يقدر يقيم الكتاب حرفيا مستوى مغاير تماما 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 للسنه اللي فاتت، مش تقليلا من حجم الكتاب السنه اللي فاتت، ولكن في تطور غير عادي جدا جدا. بص الكتاب بدا معاك ازاي، انا هوريك. الكتاب عباره عن جزئين، الجزء الاول ده شرح، والجزء الثاني ده عباره عن بنك اسئله، حرفيا يستحق ان يطلق عليه بنك اسئله. تعال نشوف الشرح، وده لو انت طالب هيساعدك جدا، لو انت مش بتاخد دروس، لو انت معتمد على المذاكره الذاتيه عندك في البيت، او حتى لو انت بتاخد دروس بس مش بتقدر على سعر الملزمه والكلام ده. تعال نشوف الكتاب ماشي ازاي.
الكتاب بيبدأ معاك مركز جدا جدا نظام اوبن، فهو مركز على المعلومات الاضافيه. شوف البدايه بيديك فكره وبيقول لك الفلسفه عباره عن ايه وهي اللي بتقود المجتمع والكلام ده، وبعد كده بيبدأ يعرف لك فلسفه البيئه. اكتر شيء لفت انتباهي في الكتاب حرفيا الامثله يا جماعه، بيديك مثال واثنين وثلاثه، بيحاول يتعمق في فكره الامثله كتير جدا. هو شرح لك تعريف فلسفه البيئه، بعد كده بيديك مثال والتاني. مش بس كده، دخل معاك بعد كده زي ما انت شايف في حاجه اسمها تعريفات استرشاديه او اضافيه. اول ما تشوف ايه تختار فلسفه بيئه، الحته دي مميزه جدا بصراحه في الكتاب، مميزه جدا جدا. بعد كده دخل معاك عادي شرح كتاب مدرسه، المتن العادي خالص. بص يا جماعه، بيشرح جزئيه وراح رامي لك مثال. بص كده في اخر الصور اللي ظهر قدامك، مثال احترام تكامل الكلام ده كله، حريص جدا على فكره الامثله. مش بس كده، بيشرح جزئيه وراح رامي لك عليها اسئله. تعال نشوف مثلا فكره اختبر نفسك. طبعا انا واخد مقتطفات من كل حاجه، يعني واخد جزئيه من الشرح وريتك. دي احنا لسه في كتاب الشرح، يعني احنا ما رحناش لكتاب الاسئله، ودي ميزه كبيره جدا جدا ان تلاقي كتاب الشرح فيه يعني اختبر نفسك، قيم نفسك. دي المشكله اللي بيعاني منها البعض، بتاخد عند مدرس سين او صاد من الناس ومدرس ممتاز جدا وانت مستواك ممتاز جدا مع المدرس، ولكن في الحل في التطبيق بتبقى فيه مشكله كبيره جدا، خاصه في البدايات. ما تستعجلوش ما تستعجلوش البدايات، بس كده. دايما بقول للطلبه عندي في المجموعات، الطالب او الطفل اللي بيبدا اول خطوات في حياته بتكون منتظمه وثابته على الارض زي بعد سنتين ثلاثه من المشي؟ لا طبعا. فانت ما تقارنش اول امتحان ليك وتقول هو ده مستواي، لا، اهدى، انت لسه بتستوعب فكر جديد، انت لسه بتستوعب طريقه جديده في التقييم، في التقويم، بس اهدى. طيب دي طريقه كتاب المثالي في الاسئله يا جماعه، طريقه مميزه جدا جدا، ده الاسئله اللي في كتاب الشرح. طيب تعالى اوريك جزئيه ثانيه برده من الشرح، عشان عايز اكد لك على فكره ان هو معتمد جدا جدا على موضوع الامثله اضافيه وممتازه جدا عنده. شوف كده مثلا، بديك مثال الاول، المثال الثاني، المثال الثالث، اضف لمعلوماتك دي عنده في كل صفحه مره واثنين وثلاثه، وده شيء جميل جدا وشيء رائع في ظل النظام الجديد. خلي بالك بيشرح لك مرحله التفسير والتوظيف، بعد ما خلاص هتلاقي مثال والثاني، اضف لمعلوماتك ثاني. مركز معايا، شايف ماشي ازاي؟ بصراحه الجزئيات دي عجبتني جدا جدا في الكتاب. بعيدا عن اي حاجه خالص، انا قلت لك كل كتاب هتمكن بفضل ان انا احصل عليه هعمل له ريفيو زي كده، وربنا ييسر بس الحال والمؤلفين ما يقولوش ان انت ايه اخدت حقوق ملكيه والكلام ده، وانت بقى ليك مطلق الحريه بعد كده. تعال شوف المراحل هنا. طبعا كل واحد، خاصه الناس اللي عندي في المجموعات، قلت لكم من اول يوم يا جماعه المراحل اللي في الباب الاول مهمه جدا جدا جدا، خمس مراحل تحفظهم تفهمهم تطبق عليهم كتير، تتخيل بخيالك الذهني ده وتسرح وتشوف لو جاب لي كذا هختار ايه ولو جاب لي كذا هختار ايه، مهمه جدا جدا. الناس اللي عندها مشكله في العلماء بتاع الباب الاول، انا طلعت لك 11 عالم في الباب الاول باسمائهم صح، عملناهم في ورقه واحده بس تلخيص لكل واحد، ابن رضوان امتى، ابن خلدون امتى، ارن نايس امتى، بيتر سينجر امتى، توم ريجان امتى، الكلام ده كله يا جماعه وصل تمام. طب نتمنى بس ان يكون في تفاعل على القناه كده، بحيث ان احنا نقدر الفتره اللي جايه ننزل الكلام ده كله PDF ان شاء الله. طيب اضف لمعلوماتك، قلت لكم دي مميزه جدا جدا في كتاب المثال السنه دي، مميزه جدا بصراحه، يعني اضافات بتكون في غايه الروعه. شوف اشرح لك جزئيه، اتكلم على مثال والتاني والتالت، دي جزئيه في غايه الاهميه بصراحه. طيب برضو جزئيه شرحت، اختبر نفسك على طول بعدها. تعالوا كده يا شباب ننتقل للجزء التاني، والاسئله على فكره مميزه جدا جدا. ليه؟ لا هو لا راح للغموض التام، الاسئله اللي احنا بنقول كده ملعبكه بلغه السوق او بلغه الشباب، ولا هي الاسئله السطحيه الساذجه او اللي فيها نوع من انواع البساطه، فعلا اسئله مرجعيه فعلا متاخده من المراجع. هنعرف الكلام ده لما نطلع على بنك الاسئله. تعال نشوف الجزء الثاني كده، بنك اسئله، انا واخد لك برضو منه مقتطفات. عجبني جدا في اسلوب الاسئله ان هو بعيد عن الاسئله اللي هي ايه زي ما احنا بنقول كده اللي فيها هبد، يعني بلغه الشباب، معلش بقى احنا ايه بنتكلم كصحاب مع بعض عايزين نشتري كتاب معين، لغه الهبد مش موجوده. عجبني جدا الاسئله مرجعيه، يعني ايه؟ بيروح على مقوله في مرجع معين في كتاب معين وراح جايبها. دي بقى نقدر نقول عليها السؤال ده صح ولا غلط. تعال شوف كده المقوله الاولى او السؤال الاول، جايب لك واحد اسمه تيلور، بعد كده بيجيب مقوله لماركس، بعد كده هتلاقيه برضو معتمد برضو على سورو، ده سورو ده برضو يعني مرجع، انا جايب مقوله من مرجع مش حاجه انا مالفها او حاجه كده ايه متفبركه. عجبني جدا فكره الاسئله. شوف برضو يعني ناخد برضو قفزه ثانيه كده، اسئله في العشرينات بدل ما كنا في الاربعتاشرات والكلام ده، نفس الحكايه، سؤال لقانط، سؤال لاحد الفلاسفه، سؤال لمحمد الرطيان، سؤال ابن سينا، سؤال حسن قرنفل، الكلام يا جماعه يعني لا في جهد معين معمول. فخلاصه الكتاب اللي انا اقدر اقوله لك لما انا اطلعت على الكتاب، الكتاب عباره عن جزئين، جزء الشرح ممتاز جدا جدا، لكن ما بقولكش اشتريه دلوقتي، انا بقول لك اللي انا هقدر اعمله كأنت اخويا الصغير، لو انا عندي ابني في البيت مش هقدر اشتري له 10 كتب.
انا هطرح قدامه هقول له بص يا حبيبي الكتاب ده فيه كذا وده كذا وده كذا، انت بقى تختار ايه اي مناسب ليك، وبرضه شوف المستر اللي انت معاه شغال بايه، دي برضه هتفرق معاك كتير جدا جدا. طيب تعال نشوف بقى فكره الاسئله بتاعته. زي ما قلت اسف انا قلت في جزئين، الجزء الاول شرح مميز جدا في فكره الامثله الكتير جدا، اضف لمعلوماتك كتير جدا جدا جدا. الجزء الثاني بيتكلم فيه عن، وجزء الشرح برضه فيه اسئله بس اسئله مقتطفه او مقتضبه. الجزء الثاني اللي هو بنك اسئله يستحق فعلا فكره بنك اسئله، جايب اسئله ترتقي لمستوى الثانويه العامه، لا هي بسيطه جدا ولا هي سطحيه جدا، ولكن فعلا اسئله يعني اقول ايه، اسئله موفقه جدا جدا جدا. شباب بكرر تاني في نهايه الفيديو، ده ليس توجيه لكتاب معين ولا حتى ترغيبا في كتاب معين او حتى ترهيبا من كتاب معين. ان شاء الله تعالى بحاول ان انا احط نفسي مكان الطالب او ولي الامر، مش هقدر اشتري كميه الكتب، ولكن اقدر ان انا اساعد الطالب ان انا احط قدامه كل الكتب واقول له ابدا اختار براحتك وتعامل مع الكتاب اللي يناسبك. تحياتي لكم مستر محمد علي، وما تنسوش يا جماعه شير للفيديو ولايكات على القناه، ولو في اي مشكله ان شاء الله نقدر نكملها مع بعض باذن الله تعالى ونشوف لها حل مناسب، وانتوا اللي هتحددوا سياسه القناه الفتره الجايه ان شاء الله اذا كنا هنشتغل اسئله بس او اسئله وشرح او حتى شرح فقط. ان شاء الله ليكم حريه الاختيار، منتظر تعليقاتكم اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.